ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان دير هكذا حدثنا هردبشت. سوق الحرامية السوري. هلأ سوق الحرامية ما عاد له محل واحد محدد، صار وين ما بدك برا وجوا كله عم يشفط ويبيع. اللي بدهم يبيعوا أغراضهم باعوها، واللي ما بدهم يبيعوا إجا مين يشفطها منهم يبيعها. يعني من الآخر أبو شريك البلد انباعت، مو بس هيك لا، كل شي بيخصها حتى انباع. مال نهيب، تعرفوا لمال نهيب؟ ايه هيك وضعنا هلأ، النهب شغال والهبش على أبو موزة، هذا اللي هبش لحاله تاريخ مشرف من قيد النفوس، وهذا اللي نتش لحاله سيرة محمودة من وزارة الداخلية، وهذا اللي جاب معه شهادة مناضل من فروع الأمن مختومة شي بختم مساعد أول وشي بختم عنصر مخابرات رفيع وشي مختوم بختم تبع كبار الضباط. انت في سوريا التاريخ ملك إيديك، من لا حكم عليه مرورا بشهادة البكالوريا وانتهاءا بشهادة شهيد ركن ميت تحت التعذيب. صار من السهل تشوف المجرم شهيد وتلاقي التلطميس جهبز وتتفاجأ انه العوايني طلع ثائر وكله معه شهادات وكله جاهز ليدلي بدلو بالمؤتمرات وعنده استعداد عن طيب خاطر ليشارك بالمفاوضات. وصار في عنا ألعاب وبرامج جديدة، تزلج على الدماء، تبادل وجهات النظر فوق ركام الحياة. صار في عنا تجار من كل الأنواع، بس بيبقى تاجر الشنطة هو الماركة الأكثر تسجيلا باسمنا. صرنا ملوك تجارة سلة مستلم، وناولني ولا ناولك، اشتهيت لك القطع الأثرية من الحضارة البابلية، بعرفك خواجة وبتحب الحضارات وصراع الحضارات، اشتهيت لك الحجر من العصر الحجري، أيام ما كان الإنسان حيوان بردان ولسه في تشكيلة أوسع على الحدود. شرفنا شي نهار على تركيا، وإذا بدك تفضل معنا على الجواني بنبيعك على الخريطة. لا، وإذا بدك منفصل لك خريطة والأسعار متهاودة، مثل ما بتعرف سوق الحرامية مكسورة فيه كل الأسعار، وبنهديك فوق البضاعة قصائد وأشعار، لأنه الأناقة بالبيعة أهم شي. تعرفنا نحن النخبة ما بنحب البازار، كلمتنا كلمة واللي بدك إياه بيصير، حتى إذا حابب تظهر بمظهر الإنساني فينا نبيعك كلمات مؤثرة عن أطفال شهداء، عن أمهات منكوبات، وعنا صور بتبكي الحجر. إلك مرأة بالبكاء؟ لعيناك. وإذا بدك تضحك كمان لعيناك، عنا كوميديا ما أنزل الله بها من سلطان، وموديلات بتخلي الرغيف السخن يضحك. انت فايت على سوق ما فيك تطلع منه إلا ومحمل. لا، ومو بس طلبك موجود، طلبك وطلب ولدك وولد ولدك موجود كمان. حتى فيك تعمل منا برامج أطفال، فيك تعمل منا أفلام كرتون، وفيك تعمل منا طرائف من العالم، وفيك تعمل منا أفلام رعب وأفلام بوليسية. هلأ ببيعك مليون قصة رعب ومليون فيلم أكشن ووثائقي وروائي، وحتى في منا على أدب رحلات. سمعان شي بسوق الحرامية من قبل؟ السمع مو مثل الشوف، هون الأسعار بالأرض والبضاعة على قفا مين يشيل، وما في بلدية تصفر لك. الوضع أمان أمان أمان. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.